الأخبار من ATV العدالة وفيها: قانون الإطفاء الجديد قيد التباحث والتعديل. فهاد يقترح راتبا تقاعديا للعسكريين البدون ممن شاركوا في حرب التحرير. النائب السابق فهد الخنة يعود للبلاد من تركيا طالبا العفو. ومن العناوين إلى التفاصيل. قال رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنازي إن اللجنة ناقشت مع ممثلي الإدارة العامة للإطفاء مشروع قانون الإطفاء الجديد، لافتا إلى أن هناك ملاحظات على بعض مواد القانون الجديد تحتاج للتعديل، وهذا ما سنعمل عليه. وأشار العنازي عقب اجتماع اللجنة إلى أنه بالتأكيد سيكون في القانون الجديد زيادة لمميزات العاملين بالإطفاء، ولن يتم انتقاص أي شيء من حقوقهم، ونعدهم بأن القانون الجديد لن يخرج إلا بهذه الصيغة. وأضاف: سنوجه الدعوة لنقابة العاملين في الإدارة العامة للإطفاء لأخذ رأيهم بالقانون، ولن يعتمد إلا بعد الرجوع إليهم. حقوق إخوان الإطفائيين خط أحمر بالنسبة لنا، يعني إذا كان هناك زيادة من حقوقهم إحنا نحاول نجيب هذه الزيادة، ولا راح ننقص أي من حقوقهم. إلى الآن طبعا كان هناك نقاش يعني في هذا القانون، وبعض النقاط وضحناها للفريق خادم الكراد، وكان جدا هو الطاقم اليوم متفاهمين، وأيضا دمجنا مستشارين في اللجنة ومستشارين الإدارة العامة للإطفاء، بحيث أنه يطلع قانون متكامل ما يهضم من حقوق إخوان الإطفائيين أي شيء. إلى الآن مجرد يعني راح يكون في الأيام المقبلة هناك اجتماعات مكثفة من قبل المستشارين ومستشارين، لأن في فعلا بعض الأمور كان هنا في نقاط فيها خلل في القانون الجديد يجب أن تعديله، وتتضمن جميع يعني مميزات وحقوق مميزة لإخوان الرجل الأطفاء. مثل ما أنت عارف رجال الأطفاء يعني هم دائما يعني وقفتهم موحدة، وخاصة مثل ما أنت شايف في الشتاء اللي طاف كانت وقفتهم مميزة في لما كان هناك الأمطار اللي فعلا صارت يعني مكثفة في دولة الكويت، وكان هناك غرق وتعطل يعني السيارات، وأيضا حتى الأمطار طبعا دشت البيوت، وكان رجال الأطفاء وقفتهم مميزة. فإحنا دائما نقول أن رجال الأطفاء إحنا وياكم، مستحقاتكم وحقوقكم خط أحمر ما راح نجامل عليها. بإذن الله القانون راح يصدر، بإذن الله إذا طلع قانون راح يطلع قانون مميز، كل الأطراف راضية عليه بإذن الله. بدوره جدد مدير الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد المكراد التأكيد على أن القانون الجديد فيه مجموعة مميزات لرجال الإطفاء، ولا توجد به أي عقوبات جديدة. تم مناقشة مشروع قانون قوة الإطفاء العام المحول من الحكومة مشكورة إلى أعضاء مجلس الأمة. حنا أمانة على ثقة كبيرة برئيس وأعضاء مجلس الأمة أن يتم الموافقة على هذا القانون بعد أخذ جميع ملاحظات النواب المحترمين على هذا القانون. تم أخذ ملاحظات أعضاء اللجنة على هذا القانون، وسوف نستكمل اجتماعنا إن شاء الله خلال الأسبوع القادم بعد تدوين جميع الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة على هذا القانون، ونتأكد أن هذا القانون يفي بمتطلبات قوة الإطفاء أن يقومون في مهامهم ناحية الاشتراطات الوقائية والمخالفات وإنشاء كلية الإطفاء العام. وأكدنا على هذا القانون أن جميع المكتسبات التي يحظي بها رجل الإطفاء حاليا لم ينتقص منها أي حق من الحقوق، كذلك جميع المميزات التي يتمتع فيها رجل الشرطة أن يتمتع فيها رجل الإطفاء، ونتأمل إن شاء الله خلال الأسبوع القادم أن يتم استكمال هذه الملاحظات ونطلع بقانون إن شاء الله جاهز يعرض على الأخوان رئيس وأعضاء مجلس الأمة الموقرين.
تقدم النائب عبد الله فهد باقتراح منح راتب تقاعدي لكل من شارك في حرب تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم من العسكريين فئة غير محددي الجنسية. قال النائب السابق أحمد الشريعان إن عريضة تم إعدادها من قبل مجموعة من الشخصيات الوطنية والسياسية والأكاديمية لمناشدة سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد استخدام المادة 75 من الدستور فيما يتعلق بالعفو العام عن المحكومين في قضايا الرأي السياسي، سواء من هم داخل السجن أو من خارج البلاد، وبمن فيهم المحكومين في قضية دخول مجلس الأمة. سيتم نشرها حتى تصل إلى صاحب السمو، وذلك بعد عرضها على مدير مكتب أحمد الفهد أكثر من مرة، ولكنه لم يبدي استعدادا لتسلمها. من جانب آخر، وصل النائب الأسبق الدكتور فهد الخنا إلى الكويت عائدا من اسطنبول تمهيدا لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وطلب العفو. وكان الخنا نوه عند عودته بتغريدة على حسابه في تويتر قبل عودته بساعات سائلا الله الفرج له ولإخوانه المحكومين في قضية المجلس. وكانت المحكمة قد أدانت 16 شخصا، نصفهم من النواب السابقين ومن بينهم الدكتور فهد الخنا، بتهم في قضية دخول المجلس. خلال حضوره المؤتمر الأول الذي نظمه اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية تحت شعار نحو عمل خيري مشترك، أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز حرص الوزارة على دعم وتشجيع العمل الخيري وتنمية إراداته وتنظيمه من خلال تعزيز رقابتها الصارمة على الجهات الخيرية وبالتعاون مع العديد من جهات الدولة. المؤتمر حقيقة يعني جاء تحت عنوان وشعار جميل من أجل يعني عمل خيري مشترك، وهذا ما يعني تهدف للوزارة حقيقة يعني من خلال إشهار هذا الاتحاد، وهو توحيد الجهود وإشراكها من قبل الجمعيات والمبادرات الخيرية. الكويت جبلت ولله الحمد على عمل الخير منذ سنوات يعني وسنوات طويلة ومدد يعني زمن طويل، وعرفت بهذا يعني يعني الجبل والعمل الخير من أهلها، ويعني فضل الله عز وجل يعني اختتم هذا الأمر بيعني تكريم سمو الأمير وحصوله على لقب القائد الإنساني. احنا بالنسبة لنا يعني وجهنا من يعني فترة وحريصين على هذا التوجيه ان يتم توطين العمل الخيري بشكل اكبر يعني داخل دولة الكويت، ويعني توجيهها ب يعني مساندة الكشك يعني مشاركة مجتمعية مع دولة مع حكومة الدولة يعني مع حكومة الكويت في صب يعني ما يأتي من هذا الخير داخل الكويت والاستفادة منه إن شاء الله. هل هناك جديد في قانون العمل الخيري؟ والله إن شاء الله يعني في توافق، ويمكن سمعته بالله الحمد وتم التصريح من قبل رئيس اللجنة على هذا التوافق يعني اللجنة المعنية، وإن شاء الله نرى إن يعني أو نتأمل أن يرى النور قريبا إن شاء الله من خلال دور العقاد المقبل. أبرز ما فيه إن شاء الله هو كله يعني تنظيم. إحنا قانوننا السابق 24/62، يكفي أني أقول على 62، يعني الآن أكثر يعني من 50 أو يعني 56 سنة. فهذا القانون إن شاء الله بمواده راح يكون مواكب إن شاء الله يعني لمتطلبات المستقبل، المتطلبات الحالية والمستقبلية، وأيضا يعني حتى يتيح لنا، لأنه هذا يعني قانون جمعيات النفع العام بشكل عام، يجمع الخيري ويجمع الأهلي ويجمع المبررات والعمل التطوعي. توجهنا إن شاء الله بعد قرار بإذن الله العمل الخيري أنه يكون أيضا في عندنا يعني قانون للجمعيات الأهلية وقانون خاص للتطوع إن شاء الله. برعاية الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي الدكتور عبد المحسن الحويلة، أقامت الإدارة العامة للتعليم الخاص الاحتفال السنوي ليوم التخدير العالمي تحت شعار كويتنا خضراء. ويأتي الاحتفال ضمن الخطة العامة والزمنية لتوجيه الأنشطة التربوية والخدمات المساندة بالتعليم الخاص. أولت الدولة اهتمام كبير في التشجير، وهذا يدل على التطور والتمدن في هذا المجال، ومن ناحية أخرى يحارب التصحر والجفاف في دولة الكويت الحبيبة. لذلك نحتفل اليوم برعاية الدكتور عبد المحسن الحويلة وكيل وزارة المساعد للتعليم الخاص والنوعي، وبحضور الأخوان من جميع أقلب الجهات الحكومية وعلى رأسهم الأخوان في الثروة الزراعية، احتفالا بهذا اليوم.
ونشكر جميع الجهات التي تقدمت وحضرت اليوم وقدمت الشتلات الزراعية وقدمت لدينا المناحل العسلية. الاتحاد الكويتي اليوم يشارك في ركن الاتحاد بعرض منتجاته في الأسبوع العالمي للتخضير ومشارك التعليم الخاص، ونشكر الأخوان القائمين على تنظيم هذا المهرجان وهذه المشاركة. السيد وكيل المساعد عبد المحسن، دكتور عبد المحسن الحويلة، ومدير العام التعليم الخاص السيد سند المطيري، نشكرهم لأن هذه بذرة نزرعها في أولادنا، هذه بذرة حسنة، والاتحاد الكويتي سيكون سباق في نفس هذه المشاركات ولن يتأخر. أكد مؤسس شركة هواوي الصينية ورئيسها التنفيذي رين تشينغ فاي حرص الشركة على التعاون مع الكويت في تنفيذ رؤيتها الطموحة كويت جديدة 2035، لا سيما فيما يتعلق بالمشاريع والمدن الذكية وتطوير البنى التحتية والخدمات العامة. وفي لقاء صحفي جمع رين بعدد من ممثلي وسائل الإعلام الخليجية والعربية في إطار جولة نظمتها شركة هواوي العالمية لزيادة مقراتها ومصانعها ومختبراتها ومعارضها للتعرف على آلية عملها ومنتجاتها، وذلك في مدينة شينغن جنوبي غربي الصين. قال إن هواوي تشارك ضمن مجموعة شركات أخرى في تخطيط وتصميم مشروع المنطقة الاقتصادية الشمالية، مشروع تطوير الجزر الكويتية، مشيرا إلى توقيع اتفاقية تعاون الهيئة العامة للاتصالات الكويتية في مجال المدن الذكية خلال زيارة سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للصين في يوليو 2018.